عليكم ورحمه الله. اهلا بكم في قناه ام لمياء سعد في الكرسي الاعمال اليدويه. غادي نخدم معكم ان شاء الله على ثاني واحد الدريس جديد الكروشي، يعني جديد 2020 صيف. واطلاله من اطلاله الرمضانيه ان شاء الله. بدعاء بركه الله كيجي سهل وخفيف للناس، خصوصا للناس اللي كيعجبهم خدمه خفيفه. دعوا على بركه الله، لصقوا ثبتوا الخيط. حنا كيد اللي كنكونوا محبكين الخيط مسبقا، كنكونوا محبكين التوب عفوا شي الخيط، كنرجعوا هاد عقد اللور. نديرو واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة سلسلة. خليو واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة. كنديرو فيها عمود دريس ساهل من عمود، ثلاثة سلسلة، وزاد حشو، وكنهبطو مع هاد العمود، كنهبكوه خمسة دراج حشو أو ربعة على حسب. هما ربعة دراج حشو في الغرزة الموالية. كنديرو وزاد حشو، نديرو عاوتاني ثلاثة سلسلة. دريس يعني ساهل الخدمة، ثلاثة فرز حشو، واحد، جوج، ثلاثة. نديرو فيها عمود، ثلاثة سلسلة، نزيد ربعة غرز حشو عفوا، نبقى واحد الغرزة أخرى نديرو هنايا غرزة الموالي. كنديرو غرزة حشو، كيفاش كيجي؟ راه سهل، زوين، انيق، حتو. نعاود معاكم، ثلاثة سلسلة، نخليو غرزة ونديرو الثانية، ثلاثة سلسلة، نخليو جوج غرز ونديرو عمود في الثالثة، ثلاثة سلسلة، نديرو غرزة حشو، نهبطو العمود بالعمود ديالنا، نعمرو بغرز الحشو على حسب غرز الحشو لا غادي يهز. هاتو دريس سهل وجميل خفيف، يعني الناس اللي كيعجبهم خدمة خفيفة وأنيق. دريس ديال اليوم، وتابعوني وشجعوني إن شاء الله نجيب لكم دائما الجديد. نقول لكم مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله.